مدى نمشي لبوحي يجيب لي اخبار سيدي سيد روحي نمشي لبوحي يجيب لي اخبار هل في يشهد روحي ربي حلقيتي النبي الممدوح افلا والله وغبر نور يلوح من الشيء من روح جيب لي اخبار سيد سيد روح من الشيء من ليلك الى روح جيب لي اخبار في الشيء روح من الشيء من روح ربي حلقيتي النبي الممدوح افلا والله وغبر نور يلوح من الشيء من كونه الشفاع للمدمن المغفوح الزاني والتارك وليكن مرضوح فاتم الرسل سيد موسى ونوح افضل البدر وجه نور يلوح زي بدر الزاني والسارق وليكن مرضوح خاتم الرسل سيد موسى ونوح يقفل البدر وجه نور يلوح الى زي النبي لولاه لا جنة لا غرب لا روح الى السماء لا ارض ما نزل جبريل لا كلام مفتوح ربي صل عليه اشهداه يفوح النبي لولاه لا جنة لا قلم لا لوح لا سما لا ارض لا جبال لا مفتوح ما نزل جبريل يا كلام مفتوح ربي صل عليه اشهداه يفوح طيب تشكيل الجمالي يبكي له ينوحي ورد الظلم واشفى له جروحي الحوزر يلزم حنا ارتمى احيا للميت هل يكن مطروح النبي يبكي للجمل يبكي له ينوح بدل الظلم واشفى له جروح الحوت لزم حنا واحتمى روح احيا للميت هل يكن مطروح العود لازم حنا بارد مغاروح احيا للميت هل يكون مطروح الغليل بارك تعرف في الهوش روح وذرة العجبة حلا بل هيشوح النبي نادى للكلري جاءه ضرب يا محيد والغمام ضرب ثم شاف الدوح الغليل بارك تعرف في الهوش روح وذرة العجبة حلا بل هيشوح كيف تير يا حبايبي.
فيك أوبة الروح ما بيخيف رجالي يا سيد الوحيد لن يكون بفتوحي يا وجوز القبل غالب لك يا روحي واحدا وخطت أوبة الروح أمشي لروح ما بيخيف رجال الجسير الروح لن يكون بجوحي أمشي لروح سيد السيد النبي صلى مولانا ربي خلق روحي عزم في الأرض وليكون باللوح امشي له امشي له فاصل عشى له يخوح يحضر الله الخراج روحي امشي له حبيبي لا يا خبار نبي صلى مولانا ودي خلق روحي حتى ما في الارض وليكون باللوحي امشي له امشي له توفى الاشياء